بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله أشرح درس من دروس برنامج أوتوكاد 2020. الدرس ده أنا سألت عليه كذا مرة، بالرغم إن أنا شرحته في البرنامج، شرحته على أوتوكاد 2017. وللعلم أوتوكاد 2017 هو نفسه من 2017 ل 2020، مفيش تغييرات في البرنامج إلا تغييرات أو إضافات بسيطة. يعني أنتم ممكن تتعلموا من أوتوكاد 2017 اللي أنا شرحها، وهيفيدكم لحد 2020. انا شرحه 2D و3D في البرنامج، وشرحه الدايمنشن ستايل في 2017، وهشرحه دلوقتي تاني على اوتوكاد 2020، وان شاء الله تستفيدوا من الدرس. اذا استفدتوا من الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، لان ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني ان انا استمر معاكم. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا باذن الله هرد عليه. زي ما احنا شايفين انا رسمت هنا مستطيل، وعايزه اعمل دايمنشن للضلع اللي موجود عندي هنا فوق. بكتب زي ما احنا اتعلمنا قبل كده اللي هو الاختصار بتاع الدايمنشن اللي هو DIM، او ده الاختصار بتاع الدايمنشن. بدوس عليه بالشكل ده كده، واجي اعمل دايمنشن من اند بوينت دي للاند بوينت دي اهو. طبعا من الافضل لما اجي اعمل الدايمنشن لاي بروجكت انا بعمله ان انا اكون مشغله السناب اللي عندي، اللي هي الاند بوينت والميد بوينت، يعني اكون مشغله السناب دي. دي هتساعدني في سرعه اخذ الدايمنشن في المشروع اللي انا بشتغل عليه. طيب هي لو مش موجوده هنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من المنيو اللي تحت عندي هنا. هنلاقي هنا 2D اوبجكت سناب، لو انا شلت من عليها الصح بتتشال من عندي تحت، لو رجعتها تاني الصح بتاعتها بتظهر لي تحت هنا زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا عندي من كاستمايز هنا في 2D اوبجكت سناب. طيب يبقى دي من المعلومات الايه المهمه اللي احنا ساعدنا على سرعه اخذ الدايمنشن في البرنامج. موضوعنا النهارده عن الدايمنشن ستايل. اول حاجه لازم نعرفها ايه هو تعريف الدايمنشن ستايل. الدايمنشن ستايل هو اللي بيديني الشكل اللي موجود قدامي هنا في الشاشه او اللي انا بطبعه، شكل الابعاد اللي هي الخطوط والاسهم والارقام اللي موجوده، بنغير في اللون بتاعها، بنغير في شكلها. يعني الدايمنشن ستايل هي الاعدادات اللي انا بعملها لشكل الدايمنشن في المشروع بتاعي. طيب نجيب ازاي الدايمنشن ستايل؟ باجي اكتب دي اي ام، زي ما احنا شايفين بتجي لي هنا اهي الاوامر الخاصه بالدايمنشن. اول حاجه عندي هنا دي اي ام اس تي واي اهي اللي هي دايمنشن ستايل، بدوس عليها كده اتفتح لي المربع اللي احنا شايفينه ده اهو بالشكل ده كده. ودي الاعدادات اللي هي الستاندرد للاعدادات الافتراضيه بتاعه البرنامج، يعني البرنامج بينزل لي بالاعدادات دي، ده شكل الابعاد اللي موجود عندي هنا. ممكن ان انا اعدل عليها اغير فيها عن طريق موديفاي، ممكن ان انا اعملها سيت كارنت، ممكن ان انا اعمل نيو ستايل جديد للدايمنشن عن طريق نيو وبسميه باسم معين. طيب انا هدوس على نيو هنا واسميها مثلا نيو دايم، وهنا ممكن اخليها ستاندرد زي ما هي، ان انا بعمل نيو باسم جديد وبخليه ستاندرد بالاعدادات الافتراضيه، وبغير بقى في الحاله دي، بس التغيير يكون على الاسم الجديد او الاعدادات الجديده، يعني ما بيغيرليش في الاعدادات الافتراضيه للبرنامج اللي موجوده اصلا، الكرنت اللي موجوده، لا ده هيكون تغيير في الستايل اللي انا عايزاه. انا هخليها ستاندرد وهقول له كونتينيو. فتح لي زي ما احنا شايفين اعدادات النيو ستايل اللي انا اخترتها اللي هو نيو دايمنشن او نيو دايم اللي انا لسه كاتباه. ادي الشكل اللي عندي، وادي المنيو اللي انا ممكن اغير فيها اللاينز السيمبلز اند اروز التكست الفيت البرايمري يونتس، كل الاعدادات دي ممكن ان انا اغير فيها. اول حاجه هنتكلم عنها اللاينز، وهنشوف ازاي ان احنا نغير في شكل اللاينز واللون بتاعه والاعدادات بتاعته. زي ما احنا شايفين اول حاجه عندي هنا في الدايمنشن لاينز اللي ممكن نغيرها اللي هو الكالر، الكالر اللي هو اللون بتاع الخط. طيب هو عامله لي باي بلوكس، باي بلوك
لو فتحنا السهم اللي هنا عندي ده هنلاقي فيه الوان تانية ممكن ان احنا نختارها. الافضل طبعا ان انا اعمله باي لاير علشان يبقى لون الخط هو نفس لون اللاير اللي انا مستخدماها في الدايمنشن، عشان ما تحصلش لخبطه دايما بيبقى باي لاير بيكون هو الافضل. ده من وجهه نظر. عايز تغير في اللون بتغير اللون من هنا او بتغير اللون في اللاير بتاعه الدايمنشن. كويس. عندي اللاين تايب نفس الكلام، يعني انا هنا اختار باي لاير، عندي هنا اللاين تايب زي ما احنا شايفين باي بلوك برضو. لو فتحنا عندي هنا في باي لاير وباي بلوك وفي كونتينوس وفي عندي هنا اذر. كويس. لو فتحنا اذر كده ممكن ان انا اعمل لود لاي خطوط انا عايزاها، بدوس على لود كده وبختار الخطوط اي خط انا عايزاه. انا ممكن اختار الخطوط دي كده وبكنترول اختار اي خط انا عايزاه بالشكل ده كده مثلا واقول له اوكي. كويس. بعدين اقول له اوكي، انا كده عملت له لود، هلاقي الخطوط دي ظهرت لي بالشكل ده. طبعا لو عملته باي لاير وغيرت من اللاير برضو يكون افضل، يعني يكون اللاير نفسها الخطوط دي ممكن ان احنا نختارها في اللاير. طيب بعد كده عندي اللاين ويت هتبقى نفس الكلام، دي سمك الخط بتاعي اهو، اختار السمك اللي انا عايزاه. لو انا عايزه السمك اغيره من هنا ممكن ان انا اغيره من هنا. هنيجي بقى عند الاكستند بوينت تكس، عندي هنا دي مقفوله زي ما احنا شايفين كده لانها مش هتظهر، لان شكل السيمبل زي ما احنا شايفين اسهم بالشكل ده. لو غيرت الاسهم دي هروح عند سيمبلز اند ارز اهو، وباجي هنا اغير مثلا كده غيرت لي بالشكل ده. هنرجع لللاينز هنلاقيها هنا الاكستند بوينت تكس ظهرت لي او اتفتحت لي هنا. ايه هي دي؟ اوريكم دلوقتي ايه هي الاكستند بوينت تكس على الرسمه نفسها. هنروح نعمل اوكي وبعدين كلوز ونرجع تاني ان شاء الله. الاول حاجه انا عندي الدايمنشن اهو، هاجي اعمل انا لاير اللي ايه هفتحها، فتحت لي هنا، وهاجي اعمل نيو لاير واجي اكتبها دايم، واجي اعمل لها كلر مختلف عن الابيض هنا، يعني مثلا اعملها حمراء كده واقول له اوكي. لو عايز اغير في اللاين تايب زي ما انا قلت بنروح عند كونتينيو هنا وبختار اي من الخطوط دي. لو عايز اعمل لود بعمل لود اهو من هنا كده. لو انا اخترت باي لاير يبقى انا مجهزاها من هنا على طول، عندي لون الدايمنشن احطه وشكل الخط وشكل الخط منقط او خط مستقيم، او ان انا بغير في السمك بتاع الخط برضو بنفس الكلام. مثلا لو غيرته كده اهو واخلي الدايمنشن هنا اللي هو الكرنت لاير. كويس. واجي اقفل ده كده واكتب ديم، وادي الدايمنشن بتاعي باللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده، عمل لي الدايمنشن. كويس. نشيل ده كده اهو اريز دايم، ادي الدايمنشن. هنيجي بقى لمعنى الاكستنت بوينت اللي احنا قلنا عليها، كانت مقفوله وفتحناها لما غيرنا السيمبل. هي بتبقى مسافه من بعد الخط اللي هو الخط اللي احنا شايفينه ده جاي من الاند بوينت بتاع ريكتانجل اهو، الخط الطويل ده الاحمر، من بعديه بيبقى في خط هنا، في مسافه هنا، المسافه دي هي المسافه بتاعه الاكستنت. هنشوفها ازاي؟ هنروح على دايم ستايل وهوريها لكم. هنا زي ما احنا شايفين الاول صفر. طيب انا عندي هنا نيو دايمنشن اهي، هي دي اللي موجوده، وهقول له موديفاي. كويس. وهروح عند الاكستند بوينت تكس وهاجي اغيرها مثلا 0.5 بالشكل ده كده واقول له اوكي وبعدين كلوز، اهي ظهرت. دي مسافه بتبقى خارج عن الخط الدايمنشن اللي موجود عندي، يبقى المسافه الخارجه هنا ممكن انا ازودها ممكن انا انقصها
باي شكل من الاشكال. يبقى احنا عرفنا يعني ايه اكستند. طيب هنرجع تاني للدايمنشن ستايل. اوكي وبرده هنقول موديفاي. هنيجي كده عشان ابين لكم الاعدادات الثانيه موديفاي، وبعدين هنا هقول له اكستند اون ديم لاينز. ايه هي؟ هنشوف مع بعض. لو قلت له كانسل كلوز، هو الخط المسافه ما بين الخط اللي احنا شايفينه خط الدايمنشن ده اللي فيه الرقم والخط اللي عندي الطويل ده اللي هو الجزء اللي موجود عندي هنا، ده هو ده الجزء اللي احنا ممكن نغير فيه المقاس بتاعه. هنرجع تاني دايمنشن اهو، وبعدين موديفاي، وبعدين هنا مثلا هنغيره هنقول له اعمله 1. كويس هنشوف مع بعض. ادي اوكي كلوز. ادي الخط طول معايا بس اهو، هو الخط ده خط، ده خط التقاطع اللي موجود عندي هنا، ده الخط الطويل ده هنا بيزيد عن طريق الاكستند بوينت اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. هنيجي نكمل الاعدادات مع بعض ونشوف الامر اللي بعد كده برضو دايم ستايل. وهنيجي هنا برضو الموديفاي ونشوف الامر اللي هو offset from origin اللي هو موجود عندي هنا ده. ايه هو الامر ده؟ هوريه لكم برضو. هو المسافة الفاضية اللي هي موجودة عندي هنا ما بين المكان اللي انا باخد منه الدايمنشن في الرسمة اهو وما بين ارتفاع الدايمنشن عندي، ادي المسافة الفاضية دي. ممكن ان انا ازودها او انقصها زي ما انا عايز. طب ازاي؟ هنرجع تاني اهو موديفاي وهنغير فيها 1، طبعا 1 كتير بس هنعملها اوكي كلوز. اهي زي ما احنا شايفين مسافة اهي زادت الفراغ اللي موجود عندي هنا. هنيجي نكمل الاعدادات مع بعض دايم. معلش الدرس النهارده عايزين نشرحه بالتفصيل لان فيه كتير بيسالوا عليه. هنيجي هنا عند موديفاي وعندي هنا فيكسد لينس اكستنشن لاينز. لو عملنا عليها صح هنا بتفتح لي حاجه اسمها لينس هنا ورقم 1 ممكن ان احنا نزوده او نرجعه للصفر زي ما احنا عايزين. هوريكم هو ايه بالظبط، هشيل من عليها الصح وهوريكم. دي المسافه ما بين النقطه التقاطع ما بين الخطين دول والخط اللي هو الخط اللي تحت ده اللي احنا شايفينه. هاجي ارجع الخط زي ما كان اهو اللي هو الخط طوله زي ما كان كده، وبعدين اعمل دايمنشن ستايل بالشكل ده كده كويس عشان اوضحها لكم. وبعدين هنا موديفاي واجي اعمل فيكسد هنا وبواحد، وبعدين اقول له اوكي وبعدين كلوز. ادي الخط هنا عندي بقى 1 لو انا قسته كده بالتقريب من النقطه دي للنقطه مثلا للنقطه دي تقريبا 1، والفراغ اللي كان هنا كان 1. هنشوفه دلوقتي برده بالتقريب كده اهو قلب. يبقى هو المسافه لو انا عايز ازود المسافه من فوق هنا بعمل تشيك على الفيكسد وبعمل اللينس بتاعها بزوده او انقصه زي ما انا عايزه، او العكس لو انا عندي هنا دايمنشن اهي، او ان انا بغير في الاوفست فروم اوريجن من هنا اللي هي الفراغ اللي هو موجود. طيب هنيجي بقى عند الاكستنشن لاين والكلر بتاعه هنا عندي عامله لي ابيض. لو انا جيت عملته هنا باي لاير اتغير لي باللون الاحمر. طبعا انا عامله هنا كله باي لاير، هنا اللينس ويت برضه هعمله باي لاير اهو، وهنا الكلر عملته باي لاير. ممكن ان انا اغيره من هنا اعمله اي لون تاني. لو جينا غيرناه للاصفر هنشوف مع بعض اوكي كلوز، اتغير للاصفر زي ما احنا شايفين كده. هاجي اتكلم عن الخطين اللي هم الصفر الموجودين عندي هنا اللي هو اكستنشن لاين 1 واكستنشن لاين 2. هنيجي نعمل دايمنشن ستايل وموديفاي
وعندي هنا في اللاينز عندي هنا اكستنشن لاين 1. لو انا عملت صح كده شالهم لي بالشكل ده، اكستنشن لاين 2 لو انا مش عايزهم الاثنين بشيلهم الاثنين، لو عايزه واحد بخليه بعمل عليه تشيك بالشكل ده كده كويس. طيب وانا ممكن هنا اغير اللاين تايب بتاعه، اي خط من الخطوط دي ده الاكستنشن لاين 1 وده الاكستنشن لاين 2، بغير شكل الخطوط كويس. يبقى دي احنا حاجه عرفناها. هاجي بعد كده هتكلم عن حاجه مهمه اللي هو التكست كويس. انا بكلمكم عن الاوامر المهمه اللي دايما بتشتكوا منها. التكست عندي التكست ستايل هو هنا عامله لي ستاندرد، ممكن عن طريق المربع ده بدوس كده اتفتح لي زي ما احنا شايفين التكست ستايل. في عندي اول حاجه الفونت، انا ممكن اغير الفونت باي فونت تاني اهو، اي فونت تاني انا ممكن اغيره، لو عملت كده بيظهر لي الفونت موجود عندي هنا كويس، اي فونت اهو. وهاجي هنا في عندي هنا بولد وبولد ايتاليك وايتاليك زي ما انا عايزه. بصوا لو انا عملت بولد اهو، بولد ايتاليك بالشكل ده زي ما انا عايزه بعمله او ريجولار. طيب وعندي هنا السايز بيفضل ان هو بالاعدادات بتاعه الاوتوكاد تخلوها زي ما هي، وعندي هنا الايفكتس برضو اخليها زي ما هي، الويتس فاكتور اخليها واحد زي ما هي. لو انا بس عملت نص كده زي ما احنا شايفين اهو، عملته 2 كبر هنخليه واحد زي ما هو، وبعدين اقول له سيت كارنت لما اكون خلصت خلاص. هعمل كنسل وهرجع تاني هنا عندي تكست كلر، ممكن ان انا اغير اللون بتاعه، هو اللون بتاعه هنا باي لاير، فانا مثلا هعمله باللون الجرين كده بالشكل ده. والفيل كلر يفضل ان هو يكون نان، لو عايز تعمل له فيل كلر ممكن انت اهو بتعمله زي بتحطه زي في مستطيل كده وبتخليه باللون الاحمر، اوريها لكم ادي اوكي كلوز اهي ده الفيل كلر كويس. هنيجي نرجع تاني موديفاي وعامله نان احسن بالشكل ده كده. طبعا تكست هايت ده مهم ان انا بغير فيه الارتفاع بتاع التكست، يعني مثلا اعمله 0.3 اقول له اوكي كلوز ادي ارتفع معايا. هنرجع تاني تايم ستايل موديفاي، وبعدين تكست هنا الفيرتيكال والهوريزونتال هو هنا عامله لي في السنتر ازاي، يعني انا هنا لو جيت عملته اباف زي ما احنا شايفين بيتغير الشكل بتاعه لفوق، لو عملته اوت سايد يبقى هو تغيير مكان التكست بيتغير لي مكان التكست اهو على الدايمنشن. انا هرجعه تاني سنتر، برضو الهوريزونتال هنا اما اد اكستنشن لاين 1 زي ما شايفين قريب من اكستنشن 1 او 2، بنختار اي من الحاجات دي. طبعا ده كله انتوا بتجربوه احسن وبتتعاملوا معاه. هنا الاوفست فروم ديم لاين اللي هو عندي التكست في النص وفي فراغ من الجنبين، الفراغ ده هو اللي احنا بنعمله. لو انا هنا عملته 0.1 0.2 وقلت له اوكي كلوز زاد بالشكل ده كده، اكبرها لكم اكتر هنعمله 0.5 اهو اوكي كلوز، زادت المسافة أو الفراغ اللي حوالين التكست عندي. هنرجع تاني دايمنشن ستايل وأقول له موديفاي، لو عملت تشيك على درو فريم أراوند تكست بعمل فريم حوالين التكست أهو، عمل لي فريم حوالين التكست وبشيل من عليها التشيك
بالشكل ده كده. وعندي هنا التكست aligned اما يكون horizontal او aligned with dimension زي ما انتوا عايزين، بتختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه للدايمنشن من الاعدادات اللي موجوده عندي هنا. هنروح عند السيمبل اند اروز، ودي على السريع هقولها لكم ان هي برده، لان هي برده حسب الشكل اللي انت عايزه. عندي هنا الفيرست اهو، ممكن انا اختار اي من الحاجات دي يغير لي الشكل زي ما احنا شايفين الاسهم بالشكل ده كده اهو، اي حاجه انتوا عايزينها. وعندي الدوت برده بيتغير معاه بالشكل ده. يبقى دول اهم حاجه عندي، الفيرست والسكند بالشكل ده كده. وعندي الارو سايز ممكن انا اكبره اعمله مثلا او اصغره 0.1 اهو، صغر الشكل بتاعه. وعندي هنا اما بعمله في السنتر ماركس اما نون او مارك زي ما احنا شايفين بيبان لي في البروفيو، انتوا بتختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه والمقاس بتاعه. او مارك طبعا هنا بيظهر لي او لاين بيظهر لي المسافه او المقاس بتاعه. دي الاعدادات دي انتوا برضو بتجربوها مع بعض، لان انا مش محتاجه ان انا اشرحها، هي عايزه بالتجربه ان انت تجرب الدايمنشن وتشوف ايه اللي يناسبك في الاعدادات دي وشكلها ايه بالنسبه للسيمبل لاين. هتكلم على اخر حاجه مهمه في الرسم عندي اللي هي اليونتس او برايمري يونتس. في عندي يونتس فورمات، بنختار اي من يونتس دي، طبعا احنا غالبا بتبقى الديسمل اللي احنا بنستخدمها. وفي عندي البرسيشن هنا، لو فتحتها كده انا في الغالب بختارها اللي هي دي بالشكل ده كده. لو جينا احنا هنا كده شفناها اهي، وجيت عملت اهي غيرت معايا، قرب لي الرقم و 0.0 كويس. هنرجع تاني للدايمنشن ستايل والموديفاي، وعندي بعد كده الديسمال سيبريتور، برضو البريد ممكن نخليها كوما او سبيس زي ما احنا عايزين، برضو ده حسب الشكل اللي انت عايزه. عندي هنا السكيل فاكتور، ده خاص بالبرنت لما تيجي نطبع يبقى دايما الاوتوكاد عامله واحد لواحد زي ما احنا شايفين، وده خاص بالطباعه. ده خاص هنا بقى بالانجلر دايمنشن، ممكن احنا نغير اليونت فورمات بتاعتها برضو لاي حاجه من الحاجات دي، نفس الحكايه بريشن بتاعها، ونما نعملها ليدنج او تريلنج زي ما احنا عايزين لو في عندي انجلر دايمنشن. دي الحاجات اللي انا شايفاها مهمه في الدايمنشن، وهنزل لكم درس الدايمنشن اللي هو بتاع 2017 اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي عايز يطلع عليه. بكده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، عشان ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني ان انا استمر معاكم. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.